بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه، ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فيقول رضي الله تعالى عنه في شرح الوصلة لسيد أبي عبد الله السنوسي، يقول الشارح والمختصر لشرح الإمام السنوسي سيدنا أبو إسحاق المعروف بالسرقسطي الأندلسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت بوحدانيته ووجوده جميع الكائنات، ودلت على وحدانيته سائر المصنوعات. فهنا يقول الحمد لله الذي شهدت بوحدانيته ووجوده جميع الكائنات. هل جميع الكائنات شهدت بوجود الله سبحانه وتعالى، أو هل شهدت بوحدانيته؟ أليس هناك من ينكر وحدانية الإله عز وجل أو يقول بتعدد الآلهة؟ فكيف ساغ أن يقول جميع الكائنات؟ هل لفت نظرك هذا السؤال؟ يقول الحمد لله الذي شيخ محمد شهدت بوحدانيته. اقرأ. الحمد لله الذي شهدت بوحدانيته ووجوده جميع الكائنات. طبعا الذي شهد بالوحدانية هم أهل الإيمان أو أهل التوحيد، وليس وليس الجميع. فهل عندك جواب؟ هل نعم في عالم الروح؟ ماذا أقول؟ في عالم الروح، عالم الروح. وهل الكائنات كلها لها روح؟ وفين عالم الروح؟ الشهادة هنا ليس معناها النطق أو الإقرار بالتوحيد، وإنما هي الدلالة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمن حيث شهادة الدلالة الجميع يشير ويشهد بهذا، بوجوده تعالى ووجوب وحدانيته. ولهذا قال ودلت، هنا وضح، ودلت على وحدانيته سائر المصنوعات. طب ما الفرق بين الكائنات وبين المصنوعات؟ الكائنات يعني الموجودات، وهذه أيضا هي نفسها المصنوعات، أن الله تعالى صنع أي أوجد كل شيء. المتعرف لعباده بقواطع الأدلة وسائر البراهين البينات.
يعني الله سبحانه وتعالى نسب هذا التعرف وجعله على أساس هذه القواطع، يعني الأدلة العقلية القطعية التي تثبت وجود الحق سبحانه وتعالى ووحدانيته، ليس فقط المراد إثبات الوجود، وإنما إثبات الوحدانية. والوحدانية هي القضية الأساسية التي بعث الله سبحانه وتعالى من أجلها الرسل والأنبياء. فما بعث الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأجل إثبات الوجود، وإنما لأجل إثبات الوحدانية. فالمنكرون للوحدانية يقرون بالوجود، بصفة الوجود، ولكنهم يجعلون الإله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، يجعلونه متعددا. فالمراد أو الغرض الأساسي من بعثة الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام إثبات الوحدانية لا إثبات الوجود. ولهذا يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يلا المتعرف لعباده بقواطع الأدلة وسائر البراهين البينات خلق الإنسان يعني جعل السبيل إلى معرفته إنما هي أدلة قاطعة وبراهين بينة، يعني براهين واضحة ليس فيها شك وليس فيها لبس، وذلك لمن أراد أو لمن يعني منع عقله من التقليد أو تجرد لمعرفة الحق. تفضل. خلق الإنسان وشق له سمعا لاستماع الأخبار الواردات. خلق الإنسان وشق له سمعا، والله تعالى يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قدم سبحانه وتعالى في الذكر السمع على البصر. لماذا؟ وأفرد لأنه في القرآن الكريم في غالب أو في معظم الآيات تقديم السمع على على البصر، وفي ذلك كما قال سيدي عبد العزيز الدباغ في كتاب الإبريز، هذا الكتاب الذي فيه الإلهام والكشف وفيه الكرامة وإظهار الولاية، كتبه أحمد ابن مبارك السجلماسي عن شيخه عبد العزيز، وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ من القرآن الكريم إلا حزب سبح اسم ربك الأعلى. فقال له تلميذه: إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم السمع وقدمه على على البصر، مع أن الفوائد أو النعم الكثيرة المتعددة في البصر تفوق ما في السمع. وأخذ يعدد حتى عدد 100 فائدة أو 100 نعمة في البصر. فقال له شيخه: إن في السمع فائدة أعظم من جميع فوائد البصر. فتعجب وقال: ما هي؟ قال: لو أن الله تعالى
بعث أنبياءه ورسله إلى الناس أو إلى العباد ليبلغوهم عن الله تعالى مراده، والخلق لا يسمعون، يعني لا سمع لهم، فكيف يتم تبليغ الرسالة وكيف يكون الإيمان بالله؟ فجميع مسائل العقيدة والإيمان متوقفة على السمع، ولهذا كان السمع أفضل من الإيه؟ من البصر. ولهذا قال الله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولم يقل لإيه؟ لجعلهم يبصرون. كم خلق الإنسان وشق له سمعا لاستماع الأخبار الواردات، وفما للنطق، وبصرا للنظر في المصنوعات، وقلبا. خلق الإنسان وشق له سمعا لاستماع الأخبار الواردات، وفما للنطق للتعبير، وبصرا للنظر في المصنوعات، وقلبا ينطوي على التحقيق والإيمان والحسنات والسيئات، وعقلا يفرق به بين الرب والمربوب. طب هل هنا العقل والقلب والنفس والروح، هل هذه شيء واحد ولا الحقيقة متعددة؟ قالوا إنها واحدة، كما قال الإمام الغزالي: هذه واحدة بالذات، ولكنها مختلفة بالاعتبارات، يعني من حيث الشهوة تسمى إيه؟ نفس، ومن حيث السمو والكمالات تسمى إيه؟ روح، ومن حيث الفكر تسمى إيه؟ عقل. يبقى القلب والنفس والعقل والروح ده بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، نعم، ولكن إيه؟ تختلف بحسب إيه؟ الاعتبارات، إنما الذات والحقيقة واحدة. وعقلا يفرق به بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق، يعني يعرف أن هناك فرقا، حتى في البعض ألف كده: الفارق بين المخلوق والخالق. وهناك كتاب الشيخ سلام العزامي: الفرقان بين صفات الخالق وصفات الأكوان. فالذي لا يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب والصانع والمصنوع والجزئيات من الكليات، فعند أهل البصيرة لا يسمى عاقلا. ولذلك إمام الحرمين بيقول على إيه؟ على معرفة الواجب والمستحيل والجائز بالنسبة لله تعالى، يقول: معرفتها هي العقل. ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله للعقلاء لذهب إلى هؤلاء. وعقلا يفرق به بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق والجزئيات من الكليات، فسبحانه من إله أتقن كل شيء صنعا، ودحى بساق الأرض على وجه الماء. فالله تعالى أتقن مصنوعاته، أتقن كل شيء صنعا، ودحى بساق الأرض على وجه الماء، وجعل أوتادها الجبال الراسيات، يعني والجبال إيه؟ أوتادا. المتكلم بكلام أزلي، فكلامه تعالى لا يوصف بالحدوث بل هو أزلي، وطالما هو أزلي وليس من جنس كلام المخلوقين، إذن فليس له بداية، وليس هو بحرف ولا صوت. إذن فما هي حقيقة الكلام في عرفنا، أو بحسب أفهامنا، أو بحسب لغة التخاطب بيننا؟ لا نعقل أن هناك كلاما يخرج عن الإيه؟ جنس الحروف والإيه؟ والأصوات، لكن يوجد في اللغة ما يدل على ذلك، وهو قول الأخطل الشاعر:
النصراني عندما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني حقيقة الكلام هي المعاني القائمة بالنفس، أما الأصوات والحروف هي معبرة أو دالة على الكلام. يعني الصبي أو الطفل الرضيع أو الجنين يعبر عن المعاني القائمة بنفسه بحركات أو بصراخ أو ببكاء، إذن فهناك معاني ممكن يعبر الإنسان عنها بالصوت أو بالإشارة أو بالرموز أو بالعبارة، وكل هذا يدل على الإيه؟ على الكلام. فالرموز والإشارات والكتابة واللغات كل هذا يعبر عن الكلام وليس هو الكلام. ولذلك فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا، أوحى يعني أشار لم ينطق، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة، وهذا من الكلام. إذن فحقيقة الكلام الإلهي لا نحيط بها، لا تبلغها عقولنا، فعلينا أن نؤمن بأنه تعالى متكلم وأن له كلاما يخالف كلام المخلوقين وليس بحرف، لأنه لو كان له حروف للزم التقدم والتأخر وللزم انعدام المتقدم بعد النطق بالمتأخر، وللزم أن يكون تعالى له جسم وله مخارج لهذه الحروف وأضراس ولهوات ولسان وشفتين، لأن الحروف بالنسبة للإنسان هكذا، في حروف شفوية وفي حروف حلقية وفي حروف لسانية. فإذن يصبح الإله تبارك وتعالى مثيلا لنا أو له ما لنا من الكيفيات إلى غير ذلك. واضح؟ يلا. المتكلم بكلام أزلي لا حرف ولا صوت ولا يختص بجهة من الجهات المعروف به ولا يختص، يعني هو سبحانه وتعالى ليس مختصا بجهة، بل الجهات لا تكون إلا للحادث ليس للقديم، والجهات مختلفة باختلاف الكائن الحادث. فمثلا الإنسان جهة الفوق هي ما يلي رأسه، أما بالنسبة للفرس جهة الفوق هي ما يلي ظهره، فهناك اعتبارات واختلافات. والله تعالى منزه عن الجهاد ومنزه عن الأمكنة والأزمنة، فكيف يكون له تعالى زمان وهو الذي خلق الزمان، وكيف يكون له مكان وهو الذي أوجد المكان؟ ولو قلنا بأنه تعالى لا بد أن يكون في مكان للزم قدم المكان بقدمه تعالى، أو للزم حدوث الإله بحدوث المكان. فالذي يقول إن لله تعالى مكانا يلزمه أحد الأمرين، إما قدم المكان أو حدوث الإله، وكلا الأمرين كفر. لو أنه أثبت مشاركا لله تعالى في وصف الأزلية والقدم. واضح؟ المعروف بإظهار وجوب الوجود بالتلطف والإحسان، وهو تعالى أوجد العالم كله. فإذا سألناكم سؤالا أين أوجد الله العالم، يعني عندما أوجد الله العالم أين أوجده، فإذا قلنا أوجده في مكان فيلزم أن يكون المكان له مكان ومكان المكان له مكان، وإما أن يتسلسل، وهذا باطل محال في العقل. فالعالم بكليته لا في مكان، لأنه لا مكان
خارج العالم، لأن العالم في عرف المتكلمين كل ما سوى الله. إذن لا مكان لله تعالى، بل العالم كله ليس في مكان، فكيف يكون خالقه تبارك وتعالى في مكان؟ فهو منزه عن الزمان والمكان والجهات والأقطار والفوق والتحت واليمين والشمال والجهات إلى غير ذلك، ولا يختص بجهة من الجهات، يعني الجهات بالنسبة له إيه؟ سواء. المعروف بإظهار وجوب الوجود، يعني بأنه تعالى وجوده واجب، وأن ما عداه وجوده إيه؟ جائز، يعني وجوده من غيره، أما وجوده تعالى من ذاته. ولهذا قال سيدي أبو مدين التلمساني رحمه الله: من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. المعروف بإظهار وجوب الوجود بالتلطف والإحسان، لا لغرض ولا عدة ولا حاجة من الحاجات، أي أن الله تبارك وتعالى ما أوجد الخلق لغرض ولا علة ولا حاجة، يعني هذا يفسر بعضه بعضا، يعني ليس يرجو من خلقه منفعة تعود عليه، ليس هناك غرض، وإنما هو محض اختيار لا يعلل، ولا حاجة من الحاجات، يعني ليست له حاجة تعود عليه سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أطهر أو أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أحمده على التيسير وأستغفره من التقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو رب البريات، شهادة أتقي بها حول يوم عسير تكثر فيه الخصومات. يعني لا ينفعك في الآخرة إلا عملك الصالح مع شهادة تتقي بها هول هذا اليوم العسير، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم كما يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. نعم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، منقذنا من الهلكات، وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات صلاة وسلاما باقية ما بقيت الأرض والسماوات وبعد. يعني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله باقية ودائمة لا تنقطع. وهنا واحد يسأل يقول: باقية ما بقيت لي، يعني معناها طب الأرض والسماوات لا تبقيان، الأرض سوف تفنى وكذلك السماوات، إذن ما معنى ما بقيت الأرض؟ هذا تعبير ليس مراد به بقاء السماوات، إنما المراد به الدوام. والأرض والسماوات يتبدلان، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض والسماوات الفانية بأرض وسماوات باقية لا تفنى دائمة. إذن فالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمة حتى بعد قيام الساعة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لا تنقطع الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ذلكم لأن الله تبارك وتعالى خصه بهذا التشريف العظيم، فبدأ بنفسه
وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين من عباده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. ولهذا عقد هناك كتاب عظيم في إظهار خصائص المصطفى اسمه الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، يذكر فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سجود الملائكة لآدم من وجهين. يعني بعض الناس يقول مثلا من الأفضل، الذي أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له وخلقه بيده ونفخ فيهم روحه، أو أن الأفضل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يذكر أن الله تعالى طلب من الملائكة أن تسجد له ولم يذكر أنه خلقه بيده إلى آخره. فقال السيوطي إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سجود الملائكة لآدم من وجهين. الأول أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود ولم يذكر نفسه معهم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. أما في الصلاة ذكر نفسه أولا، إن الله وملائكته، فضم نفسه إلى الملائكة. هذا ليس موجود في سجود الملائكة لآدم. الوجه الثاني أن السجود من الملائكة لسيدنا آدم كان مرة واحدة، أما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فهي دائمة مستمرة لا تنقطع. ولهذا لم يقل إن الله وملائكته صلوا، وإنما قال يصلون، والفعل المضارع يفيد الايه؟ الاستمرار والدوام، يصلون. وبعد فيقول العبد الفقير الى رحمه ربه القديم ابو اسحاق ابراهيم الاندلسي ثم السرقسطي ابن ابي الحسن الحاج علي عرف البناني. عرف البناني هي قبيله او بلده في المغرب، البناني نسبه الى بنان عصمه الله ووقاه. والسرقسطي دي نسبة إلى سرقسطة في هندي في الأندلس. لما كان متعينا على كل أحد معرفة الباري جل وعز بالنظر الصحيح، ولا يكفي في التقليد غير القول الصحيح، ومعرفة النبي والرسول بطريقي المعقول والمنقول، كان علم الأقائد أفضل العلوم كلها على الإطلاق، وبه يرتقي العبد من ظلمة الجهل والالتباس إلى درجة العارفين الأكياس. يعني هنا يذكر لك حيثية مهمة، حيثية أن علم العقائد أو علم الكلام أو علم التوحيد هو أفضل العلوم كلها على الإطلاق. هذه يعني تصحيح لمفهوم خاطئ يشيعه الأفاكون من الذين ينتسبون إلى السلف زورا وبهتانا، يشيعون أن علم الكلام مذموم وأن الأئمة نفروا وحذروا منه وأن الاشتغال به إنما هو اشتغال بالفلسفة ويدعو إلى مزيد الشبه إلى غير ذلك. انظر إلى كلام أهل الله أهل البصيرة، بيقول لك لما كان متعينا على كل أحد معرفة الباري جل وعز بالنظر الصحيح، ولا يكفي في التقليد غير القول الصحيح، ومعرفة النبي والرسول بطريقي المعقول والمنقول، يعني من أجل هذا كان علم العقائد أفضل العلوم كلها على الإطلاق، لأنه يتعلق بالإلهيات بالأمور الواجبة في حق الله تعالى والأمور المستحيلة والجائزة، وما يتعلق بالعقائد التي هي الأصول والتي لا تنفع الأعمال بدونها، فكيف يتقدمه علم آخر؟
أنا لا أعرف من أين يعني يتعلقون بهذه الترهات ويأتون بنقول الوارد عن الأئمة في ذم علم الكلام، إنما هو كلام أهل البدع والأهواء القدرية مجوس هذه الأمة، والكلام الذي يدعو إلى الفلسفة أو الشبه. إنما علم الكلام ما هو تعريفه؟ علم يقتدر به أو معه على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، كيف يكون مذموما؟ وإن أفضل ما صنف فيه من المختصرات المغنية عن كثير من المطولات العقيدة المسماة بالوسطى. يعني يقول لك إن هذه العقيدة الوسطى تغني عن كثير من المطولات، وكأنه يشير إلى الكبرى وإلى المواقف وإلى المقاصد وإلى غير ذلك وإلى البيضاوي طوالع. وبعدين بيقول لك والعقيدة وشرحها، يعني هو الإمام السنوسي وضع هذه العقيدة وقام بشرحها لسيدنا شيخ الإسلام ومصباح الأنام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني، نفعنا الله به وبعلومه وبركاته، وجعلنا الله منه وإليه في الدنيا والآخرة. لقد أشفى في الشرح الغليل وبين فيه الدليل والتعليل، يعني الدليل والإيه والعلة. وقد قصرت يلا وقد قصرت الهمم ونفرت في هذا الزمان من كل ما فيه تطويل، ولذلك سألني بعض أن أختصر له هذا الشرح وأن يكون مزجا. يعني بقول لك المشاغل كثرت و همم الناس ضعفت، ولذلك سأله بعض، يعني بعض من الإخوان، أن أختصر له هذا الشرح، شرح الإمام السنوسي، وأن يكون مزجا، يعني يمزج الشرح بالإيه بالمتن كأنهما شيء واحد، حتى يسهل ذلك على المبتدئين والطلاب مثلي. هنا الشيخ يتواضع فأجعل نفسه طالبا من طلبة العلم. ولم يزل يراجعني سنة من الزمان، يعني هذا الإنسان أو هذا الذي ألح عليه أو طلب منه سواء كان واحد أو أكثر، ما زال يراجعه سنة، وأنا أتباطأ عليه لعلمي أني لست من أهل هذا الشأن. يجي واحد يقول لك طب لما هو ليس من أهل هذا الشأن لماذا ألف ولماذا كتب؟ كان الأولى أن يحترم نفسه ويلزم حده. يقول لك يقول هذا إيه تواضع، لأنه ينظر إلى أن الذين تقدموه من الأكابر كانوا أعلى شأنا، فإذا قارن نفسه بهم فهو ليس من أهل هذا الشأن. ولكنه مع ذلك إذا رأى الإنسان في نفسه التقصير وعرف التواضع، الله تعالى يكتب لعلمه أو لكتبه أو لدروسه القبول. أما إذا ظن أنه من كبار العلماء وأخذ يجهل الآخرين ويعرض بهم ويسفه أقوالهم، فإن الله تعالى يجعل علمه كإبليس لا ينتفع به أحد ويدفن بموته. هناك كثير من أهل الغرور أعجبوا وفتنوا وكانوا علماء كبار أو وقعوا في الآخرين أو في أعراضهم. يعني مثلا الإمام ابن حزم كان علامة، كان ممكن يعني يصل إلى مرتبة الأربعة أو يفوق، ولكنه بطول لسانه وتناوله لكثير من العلماء وجرأته أحرقت كتبه ولم ينتفع بها أحد، بل قضي على مذهب الظاهرية قضاء مبرما بسبب العجب والغرور. إنما
اللي بيتواضع ولو كتب شيء بسيط ينفع الله تعالى به، يكون فيه نور وفيه بركة وفيه فائدة. هناك كتب معقدة وفلسفية وصعبة، لماذا؟ بسبب يعني إنما هو بسط وسهل. وقال إنه ليس من أهل هذا الشأن. ثم استخرت الله تعالى وعرضت نفسي يعني على بركة الله كذا، يعني حاول وربنا فتح لي. وإن كنت لست هناك بذلك نعم، وجمعت منه ما يحصل به حل ألفاظ العقيدة. في بعض الناس في الزمن ده يستعمل عبارات زي كده، يقول لك أنا لست أهلا وأنا لا أساوي شيء، يقول هذا بلسانه إنما حاله وفعله يكذب ذلك. إنما هذا الرجل صادق فيما يقول، يقوله حقا، وأنت تستطيع أن تميز بين الصادق والكاذب. وجمعت منه ما يحصل به حل ألفاظ العقيدة، وربما أزيد على ذلك زيادة مفيدة من غيره تتعلق بالمقام لتحصل الفائدة، بحمد الله على وفق المراد. وإنما تجاسرت على ذلك. شوف كل مرة أقول إنما تجاسرت على ذلك وإن كنت لست أهلا لذلك، لرجاء أن أحشر في زمرة العلماء العاملين رضي الله عنهم أجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأسأل الله الكريم أن يجعله خالصا لوجهه العظيم إنه غفور رحيم. لازم الإنسان يبتغي بعمله وجه الله، وإلا لا يبقى، يعني يأخذ في الدنيا جاه وسمعة وفي الآخرة يقول عملت فعلت أكرمت أنفقت علمت، يقال ليقال عالم، ليقال جواد، ليقال شجاع، فلا جزاء لك عندي. يعني أنت فعلت هذا لغرض وقد حصل هذا الغرض، إذا فبأي شيء تطلب أخذت ما تريد في الدنيا. فيبتغي الإنسان بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. وسميته بالهبة والعطاء في شرح العقيدة الوسطى، وأسأله سبحانه أن يمن علينا بما من به على الأبرار، وأن ينجينا وأحبابنا وأولادنا وآباءنا وإخواننا وجميع المسلمين من العار والنار. آمين. بفضله ورحمته وعفوه وكرمه إنه سميع قريب مجيب مختار. آمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نقف عنده وبعد، بس اقرأ الشرح. قال الشيخ رحمه الله: ولما كان تأليف هذا الكتاب أمرا ذا بال، أي ذا حال وشأن يهتم به، وكل ما هو كذلك تطلب فيه البداية بالتسمية عملا بما ورد في الأخبار عن سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام من الملك العلام، قال وحيد زمانه تغمده الله تعالى بغفرانه. قال وحيد زمانه، أن يقصد مين؟ الإمام السنوسي. تغمده الله تعالى بغفرانه، أؤلف مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم مشتق من اسم. إذن هنا بسم الله، الباء هنا زائدة ولا أصلية؟ إما أن تكون أصلية وإما أن تكون إذا كانت زائدة لا تحتاج إلى إلى تعلق، فيكون المعنى اسم الله مبدوء به.
أما إذا كانت أصلية لا بد من تعلق، فين أين الذي يتعلق به حرف الجر؟ يقدر في كم احتمال؟ يقدر إما إيه اسم أو إيه أو فعل، ومتقدم أو إيه أو متأخر، وخاص أو عام. شوف كده 3 من 6، يبقى اسم فعل خاص عام متقدم متأخر. الأحسن إيه؟ أن نقدره إيه؟ فعلا، وأن يكون إيه؟ مؤخرا، وأن يكون إيه؟ خاصا. يبقى نقول كده أؤلف بسم الله، أؤلف على تخص، مش بسم الله أبدأ، لأنه كلمة أبدأ ده عام، فإحنا عاوزينه خاص، وبعدين عاوزينه إيه مؤخر عشان اسم الله تعالى يكون له الإيه الصدارة، ونقدره إيه فعل، فعل وخاص ومؤخر، ويجوز الأوجه الأخرى. ولهذا قال أؤلف مؤلف مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم. طب كيف يقول مستعينا؟ يبقى هنا إيه الباء أصبحت إيه للاستعانة، والباء التي للاستعانة تدخل على الآلة، زي ما تقول كتبت بالقلم أو قطعت بالسكين، فيكون اسم الله تعالى بمنزلة الآلة، مش كده؟ وهذا في سوء أدب. كيف تجعل اسم الله آلة تستعين بها، زي ما تستعين مثلا بالسكين على القطع، أو مثلا بالقدوم على أو بالمنشار على النشر، مش كده؟ قال لك لا، الأولى أن نقول الباء للمصاحبة التبركية، يعني أكتب أو أؤلف مستصحبا اسم الله تعالى، فتسر البركة في جميع الكتاب. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، يعني اختلفوا، الاسم ده مشتق، يعني الاسم ده أخذت من إيه؟ اسم، قالوا من السمو، يعني السمو يعني العلو، يعني يعلو به مسماه، يعني يظهر يتضح يكون واضحا. وقيل من الوسم وهو الايه وهو العلامة، ولذلك اختلف هنا، تبقى ايه من الوسم، تبقى الهمزة دي أصلها واو خلاص، وإذا كانت من السمو هيحصل على حسب الاشتقاق تقديم وتأخير. يعني الوسم يعني العلاء، السمة، السمة يعني علامة، والله يعني لفظ الجلال، والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات. وذلك قال والله علم خلاص على الذات، ولم يقل الواجبة. ليه؟ لأنه إذا كثرت النعوت لا نؤنث، نذكر تنزيها أو تعظيما للاسم الإيه العظيم الجليل عن التأنيث. لو قلنا الذات العلية خلاص نعت واحد، إنما الذات الواجب الوجود المستحق، لو قلنا لو أنسنا حنقول الذات الواجبة الوجود المستحقة، مش كده؟ فإذا كثرت الأوصاف نعمل إيه؟ نذكر. أما إذا الذات الواجبة خلاص واحد خلاص. علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات، والرحمن المنعم بجلاله النعم. يعني إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قالوا الاثنين واحد في المعنى، ولكن الرحمن كم حرف؟ 5، والرحيم كم؟ وفي اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يبقى الرحمن معناه أوسع لأنه بيشمل المؤمن والكافر، أما الرحيم المؤمن فقط، كان بالمؤمنين إيه؟ رحيما، إنما الرحمن أوسع، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لذلك لم يقل الرحيم على العرش، الرحمن أوسع.
أحاط الكائنات والعوالم كلها برحمانيته لا برحيميته. الرحيمية المين لأهل الإيمان، أما الرحمانية تسع كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى إذن الرحمن المنعم بجلائل النعم، يعني النعم الكبيرة الجليلة، يبقى هو من حيث إنه أنعم بها فهو رحمن. أما النعم الدقيقة اللي هي الفرعية فإذا أنعم بها يقال إيه؟ رحيم. ولذلك النعم فيها جلائل، يعني لها أصول ولها فروع. يعني نعمة الوجود، نعمة الإيمان، نعمة السمع، نعمة البصر، دي الجلائل. أما الفروع زي إيه؟ زيادة السمع، سعة الرزق، نعمة الهداية، هذه هي تعتبر من الايه؟ من النعم الدقيقة. أما الجليلة اللي هي الأصول، فإذا أنعم بالأصول أو بالنعم الجليلة فهو ايه؟ رحمن. أما الدقيقة فهو ايه؟ رحيم. والرحمن المنعم بجلائل النعم والرحيم المنعم بدقائقها، وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات. يعني ما ينفعش تقول كده الرحمن الله أو باسم الرحمن الرحيم الله، لا، لازم تقدم لفظ الجلالة لأنه اسم ذات، يعني هو الاسم الذي يدل على الذات، وغيره يدل على صفة، فلهذا كان علما وغيره إيه؟ صفات. لأنها اسم ذات وهما أسماء صفة، والذات مقدم على الصفة. يعني لازم الموصوف يقدم على إيه؟ الصفة، مش الصفة تقدم على الموصوف. وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص. إيه معنى خاص؟ يعني لا يسمى به غير الله. أما الرحيم يطلق على الله وعلى غير. لقد جاءكم رسول من إيه؟ أنفسكم عزيز عليهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمن ولا رحيم. فرحمن دي لا تقال إلا لله، أما رحيم تطلق على إيه؟ على غيره. والخاص مقدم على العام. ولذلك لما تصف واحد بصفات تجيب الصفات الخاصة قبل العامة، فتقول النبي الهاشمي العربي، مش عربي الهاشمي، يعني تذكر ايه؟ الخاص قبل الايه؟ قبل العام. والتقدم فيما ذكر انما هو بالتعقل لا بالزمان لاستحالته على الرحمن فافهم. والجمله تحتمل الخبريه والانشائيه. ايه معنى تحتمل الخبريه والانشائيه؟ يعني جمله البسمله تنفع جمله خبريه وتنفع جمله انشائيه. أفرض أردنا أن نجعلها خبرية يبقى كيف تكون؟ اسم الله مبدوء به، تخبر أن اسم الله مبدوء به فيكون هذا خبر، يعني قضية. أما لو أردت أن تجعلها إنشائية يكون المعنى أبتدئ باسم الله أو ببسم الله، يعني أنشئ الابتداء. فيجوز أن تكون خبرية ويجوز أن تكون لطيفة. ذكر الإمام السمرقندي في تفسيره عن كعب الأحبار، تفسير بتاع السمرقندي اسمه بحر العلوم، وهو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، توفي سنة 373 هجري. ذكر الإمام السمرقندي في تفسيره عن كعب الأحبار من باء من بسم الله بهاء الله، والسين سناؤه ولا شيء أعلى منه، والميم ملكه وهو على كل شيء قدير. لكن لا نذكر هذا التفسير لدى إشارات ذوقيات، مش هو المعنى ذا. حذف ألف الوصل من الخط تخفيفا الاستعمال. يعني الأصل فيه ألف باسم،
فهذا الحذف تخفيف لكثرة الاستعمال. إنما مثلا اقرأ باسم ربك، الألف موجودة، سبح اسم موجودة لأنه استعمال قليل، أما في بسم الله كثير. وطولت باء، وطولت الباء عوضا عنها، يعني بدل ما أكتب باء ألف أطول الباء، فتطويل الباء ده تعويض عن الألف المحذوفة. ولما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تتعلم تطول الباء، تخلي الباء بس في بسم الله طويلة. إنما مثلا الباء في مثلا اللهم صل في آية تانية، مثلا في مثلا اقرأ باسمي، الباء اللي في باسمي دي عادية، إنما بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم تخليها ايه طويلة فقط في البسملة. وطويلت الباء عوضا عنها، واختلف في ألف الرحمن، فقال الكسائي تحذف، وقال غيره لا تحذف، لأن الاستعمال في باسمي أكثر منها فيها. يعني في عندك الرحمن أصلها بعد الميم في ألف، الرحمن مش الرحمن، الرحمن في ألف، وهذه الألف تحذف كما قال الكسائي وعليه العمل. وغير الكسائي قال لا تحذف، إنما تحذف في بسم الله عشان كثرة الاستعمال. وهنا في الرحمن لما في نفس الحكاية، ما كل بسمة فيها الرحمن فاستعماله كثير. هو أقول الاستعمال في بسم أكثر منها فيها أبدا، وهو دي معها. يعني في واحد بيقول بيكتب بسم الله بس من غير ما يكمل فيه، لا فائدة. فائدة روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه نظر إلى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال جودها، فإن رجلا جودها فغفر له. هي معنى جودها يعني اكتبها بخط جميل خلاص كده، يعني حسنها. التجويد يعني التحسين، لو حسنتها ممكن ربنا يغفر لك وتدخل الجنة تعظيما لها، مش تحسنها عشان يقولوا خطك جميل، لا، تحسين تعظيم للبسملة وليس تحسين لك أنت. قلت ها. قلت وإذا جودت نفع بكل ما تكتب له، وقد جربته مرارا فصح. أصل الشيخ ده السرقسطي كان يعمل تمائم كده وتعاويذ للناس، يعني واحد مريض، واحد عنده رجفة، عنده خوف، عنده قلق، عنده صرع، يكتب له ورقة كده زي التعاويذ كده الحجب، كان يعمل بذلك وكان يسترزق منه أن أحد أعطاه شيء يأخذ، لكنه لم يكن يدجل أو يكذب على الناس، إنما كان بيقول لك إنه وإذا جودت نفعت لكل ما تكتب له. يعني لو جودتها وخدتها معاك وكتبتها وحملتها في الامتحان تنجح، بس لازم تذاكر. وقد جربته مرارا فصح، قول انا عملت كده كثير صح. والحاصل ان بسم الله الرحمن الرحيم الترياق الاعظم من سموم الهموم والاوهام. ده هي بس ليس فقط من سموم الهموم والاوهام، ده في الحديث أن اسم الله تعالى لا يضر معه شيء. لو واحد كان عقيدته صادقة وقال بسم الله الذي لا يضر اسمي شيء في الأرض ولا في السماء يقع له ذلك، وهذا حقيقة الاعتقاد الصادق. وذلك مرة حبوا خالد بن الوليد يجيب لهم في المعركة شيء، فقال هاتوا لي السم القاتل الذي يقتل من ساعته، وتجرع السم موجودة في كتب السير الموثقة، وقال وهو يتجرع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، فلم يحدث له أي شيء. يجي واحد يقول ولا تلقوا بأي تهلك، أنت أصلا مش معتمد ومش مؤمن بالإيمان الصادق،
بخلاف اللي بيجرب. والحاصل والحاصل أن بسم الله الرحمن الرحيم الترياق الأعظم من سموم الهموم والأوهام. قال بعضهم البسملة مصدر بسملة، تقول بسملة بسملة، خلاص. إذا قال بسم الله كما يقال هللا، يعني إذا قال لا إله إلا الله، خلاص. وحوقل، حوقل والأصل إيه؟ حولق كده. إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحمدل إذا قال الحمد لله. وحسبل، كل هذه إيه؟ يعني لا، الحسبلة مصدر حسب، قال إيه؟ حسبي الله. والحمدلة مصدر الحمد لله، وهكذا. والدمعزة أدام الله عزك. والطبقلة أطال الله إيه بقاءك. وثاني السمعلة سمع الله لمن حمده، كثير يعني حوالي 30 مصدر. ولما افتتح، ولما افتتح بالبسملة افتتاحا حقيقيا افتتح بالحمدلة ابتداء إضافيا. يعني هو ابتدأ بالبسملة وابتدأ بالحمدلة. الابتداء بالبسملة اسمه ابتداء حقيقي، وبالحمدلة اسمه إضافي، وهو ما يقدم على الشروع في المقصود بالذات، اللي هو الايه عندنا حقيقي اللي هو لم يتقدمه شيء، والذي قدم على الشروع في المقصود بالذات يسمى ايه ابتداء إضافي، جمعا بين حديثي البسملة والحمدلة. عشان في روايتان، رواية ايه الرواية بتاع كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في رواية ثانية لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي كمان رواية ثالثة بذكر الله. فعشان يجمع بين الروايات فعمل ايه ابتدائيين، واحد حقيقي والثاني إضافي، وأيضا اقتداء بالكتاب العزيز. وقدم البسملة بالكتاب والإجماع والاقتضاء المقام. يعني مثلا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الحمد والإجماع على ذلك، لا أحد يبدأ بالحمدلة ثم يقول بعده بسم الله الرحمن الرحيم. لاقتضاء المقام تقديم الحمد قدمه على الله، وإن كان الأهم ذاتا ذكر الله فقال الحمد لله، ويعني الضرورة تبيح المحظورة. فالصوت يعني لا يستطيع المواصلة، فنكتفي بهذا القدر ونختم بالصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة صنعت. هناك أسئلة ولكن نرجع الإجابة عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.